حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين، واهلا بكم في صدى اقلام جديد وجوله صحفيه نرصد فيها ابرز ما كتب في الصحف المحليه والدوليه بعد اهم العناوين. نبدا من المدى. التربيه 50% من مدارس العراق بحاجه الى اعاده تاهيل. صحيفة الميثاق الوطني. الميثاق الوطني العراقي يحمل الكاظمية مسؤولية تأجير سكان البكية والاستيلاء على أراضيهم. في العربي الجديد، العراق إجراءات أمنية جديدة عند مداخل المنطقة الخضراء. في صحيفة لوموند، شباب غزة يدافعون عن أرضهم بالغالي والنفيس. وفي موقع عربي 21، كورونا هولندا تعود إلى الإغلاق وفوتشي يدعم الجرعة الثالثة. في إيكونوميست، المسيرات الطائرات المسيرة باتت السلاح المفضل لإيران. في صحيفة نيويورك تايمز، المهاجرون يتعرضون للتعذيب على جانبي حدود بيلاروسيا. نبدأ مشاهدينا الكرام من موقع مركز راسام للدراسات ومن مقال للكاتب نظير الكندوري بشأن محاولة اغتيال الكاظمي وتداعياتها المستقبلية، فنتابع التفاصيل. إذا حاول الكاظمي احتواء المشكلة والتعامل معها بشكل لين لتجنب إثارة غضب الميليشيات، فإن الميليشيات ستفسر هذا الخيار كانتصار لها على حساب القوى السياسية الفائزة بالانتخابات التيار الصدري، وانتصارا على الدولة والحكومة العراقية بكافة أجهزتها الأمنية والسياسية، وسيشجعها على القيام بعمليات استفزازية أخرى لفرض إرادتها على الجميع وفرض وجودها في حكومة توافقية يكون لها حصة في جميع المناصب الحكومية كما كان معمولا به في جميع الحكومات السابقة، الأمر الذي ربما سيؤجج الشارع مرة أخرى بانتفاضة ثانية لا تقل حجما عن انتفاضة تشرين. أمر آخر يجب مراعاته، هل أن مقتدى الصدر سيقبل بهذا السيناريو الثاني الذي سيكون على حساب نتائجه الكبيرة في الانتخابات وضرب مشروعه بحكومة الأغلبية التي ينادي بها؟ ومن خلال مراقبتنا لسلوكيات الصدر، فإننا لا نستبعد قيام الصدر بمصالحة مع غرمائه، لكن تأثير ذلك على ولاء أتباعه سيكون كارثياً، وبقاؤهم على نفس تأييدهم له في ظل هذا التذبذب في سياساته أمر مشكوك فيه. وأضاف الكاتب، ليس أمامنا طرف المتصارعة من خيار سوى الدخول في نفق صراعي سياسي وعسكري على السلطة الذي سيدفع ثمنه طبعا المواطن العراقي والبلد بالمقام الأول. الخاسرون ينقلبون على نتائج الانتخابات، هذا ما كتبته سارة جميل في مقالها بصحيفة الميثاق الوطني. فبعد إعلان نتائج الانتخابات والخسارة المدوية التي تعرضت لها الأحزاب، رفض الفاسدون النتائج واعترضوا عليها، رفضوا نتائج انتخابات كانوا هم من يروجون لها وهم من يدعون الجماهير إلى المشاركة فيها ويتكلمون عن نجاحها وأنها ستجرى بإشراف أممي وأنها الأجهزة الحديثة غير قابلة للتزوير، فلنتابع ما جاء في هذا المقال. أتت النتائج على غير ما يرغبون به، نتائج شهدت خسارة مدوية وسقوطا كبيرا للأحزاب، هزمت الأحزاب وتعاقبت من جماهيرها رغم كل الترويج والتحفيز والتشجيع على الانتخابات، ورغم أن هناك فئة كبيرة جدا قاطعت الانتخابات، هذه الفئة التي أخذت خيار المقاطعة
نتيجة لعدم إيمانها بالعملية الانتخابية في ظل وجود الأحزاب الفاسدة والمال والسلاح المنفلت، وعلى الرغم من المقاطعة الكبيرة من بقية شرائح المجتمع العراقي. لم يذهب أتباع الأحزاب لانتخابهم، وهذا يعني أنهم لم يعودوا يثقون بهم، وقد أصابهم الملل من كثرة الوعود الكاذبة التي تطلقها الأحزاب قبيل كل انتخابات، وهذا مؤشر جيد ينذر بنهايتهم حتى بين أتباعهم. هم من أسسوا هذا النظام المحاصصاتي الطائفي منذ 18 سنة، ولم يعطوه بهذه السهولة، حتى لو خسروا بالانتخابات سيعودون بالتراضي بينهم. هم على استعداد بأن يحرقوا البلد من أجل البقاء، فكل حزب منه لديه ميليشيات منضوية تحت الحشد الشعبي الذي بالاسم ينسب لرئاسة الوزراء، وفعليا كل فصيل تابع لحزب ويأخذ الأوامر من رئيس ذلك الحزب. ولقد لجأت الأحزاب للغة التهديد بالدخول للخضراء وإعلان الانقلاب على الدولة الحالية، وأنزلت قوات من الفصائل التابعة لها كمحتجين ضد النتائج، والكثير منهم أجبروا على التواجد في خيم الاعتصام مهددين بقطع رواتبهم إن لم يعتصموا. وأضافت الكاتبة أن افتعال المشكلات الطائفية لإثارة الفتنة بين أملاء المجتمع، هذه الفتن كانت سلاحهم الدائم للعودة، لكنهم هذه المرة لم ينجحوا، فبعد تشرين ليس كقبله، لم تستطع تلك الأحزاب لملمة نفسها، أصبحت مشتتة وغير متوافقة، فتشرين أحدثت شرخا كبيرا وأصبحت لها كلمة، على الرغم من أن مطالبها لم تنفذ وأنها لم تنجح في الوصول إلى كل أهدافها وإسقاط النظام السياسي البائس، ولكنها استطاعت أن تؤثر بالمشهد، فأحدثت وعيا كبيرا لدى المجتمع حتى ممن يبغضونها، ولذلك سيكون للشعب كلمته الأخيرة، رفضه للخاسرين والفائزين في ظل العملية السياسية التي فرضها الاحتلال وفق مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية على حساب مصلحة العراقي وشعبه. إلى مقال الكاتب بسام شكري في مجلة الجاردينيا، قال فيه أن مصطفى الكاظمي أعلن يوم الأحد في 7 من الشهر الحالي أنه تعرض لمحاولة اغتيال، وذلك من أجل كسب الرأي العام العراقي والعربي والعالمي، وهي كذبة مقتدى الصدر القديمة نفسها بحسب تعبير الكاتب، عندما كان يصرح قبل كل انتخابات بأنه سوف يستشهد. هناك أسئلة منطقية قد غابت عن مخيلة مصطفى الكاظمي الساذجة بحسب تعبير الكاتب الذي يقول: لماذا لم تقم الصواريخ الأمريكية في السفارة الأمريكية القريبة من بيتك بإسقاط تلك الطائرات المسيرة؟ حسب الدستور العراقي الذي كتبه الأمريكيون فإنك رئيس وزراء سابق وانتهت ولايتك، فلماذا يغتالونك؟ ومن له مصلحة في اغتيالك وأنت قد كنت خير صديق لكل العصابات؟ فلنتابع التفاصيل مقال هذا الكاتب. من دخل العملية السياسية في العراق بعد الغزو الأمريكي عليه أن يتوافق معها، وإلا سوف يصبح منبوذا من المشاركين بها، وعليه أن يتكلم بنفس لغتهم ويتبع نفس أسلوبهم، فعليه أن يكون طائفيا وأن يكون لصا، وأن يمارس كل أنواع الحيل المعروفة والمبتكرة حديثا من أجل سرقة المال العام وتمزيق العراق، وأن يتكلم بالديمقراطية ويتمسك بمرجعية النجف، وأن يلبس مجموعة من الخواتم في يديه، وأن يكون تابعا لإيران قولا وفعلا، ولا يقدم أي خدمة أو إنجاز أو أي عمل لصالح الشعب العراقي. وفي النهاية، بما أنه ضمن العملية السياسية فعليه أن يصدق كل ما يقال مهما كان يسمعه غريبا أو بعيدا عن العقل والمنطق. إن صراع المافيات في المنطقة الخضراء سوف يستمر، فالجميع يريد أن يحصل على منصب في الدولة للحصول على حصة من النهب، فالأحزاب الفائزة والأحزاب المعارضة سوف يقتسمون الغنائم خلال 4 سنوات القادمة. والمضحك المبكي أن كل الأحزاب المعارضة منذ عام 2003 لغاية الآن
لم تمارس دور المعارضة بل شاركت في المناصب وعمليات السرقة والتزوير، فأي معارضة تلك؟ لم يسلم العراق شيء، فكل شيء تم سرقته حتى ممتلكات العراقيين الذين تم تهجيرهم سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين أو غيرهم تمت سرقتها بعد تزوير المستندات، ومن له مصلحة في اغتيالك وأنت قد كنت خير صديق لهذه العصابات؟ وأضاف الكاتب أن من يشارك في العملية السياسية منذ الغزو الأمريكي لغاية الآن عليه أن يصدق كل ما يقال في العراق، ومن يستغرب أو يناقش أو يتساءل عن خبر مقتل مقتدى الصدر مثلا أو اغتيال مصطفى الكاظمي فهو إما مشارك في العملية السياسية وإما سائر في ركابها، وإما لا يزال يصدق حكاية ألف ليلة وليلة بحسب الكاتب، ولا يفصل بين العقل والمنطق وقصص الخيال. وفي صحيفة الدستور الأردنية نقرأ مقالا للكاتب سر القدوة عن الاحتلال وتهويد المسجد الأقصى المبارك واستراتيجية المواجهة. قال فيه: ممارسات الاحتلال العسكري في ظل حكومة الائتلاف العنصري باتت تتصاعد في مدينة القدس، وتزداد الأوضاع تدهورا من جراء تواصل الانتهاكات بحق الحرم القدسي المبارك وتدنيسه من على أيدي قطعان المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة بحماية شرطة الاحتلال، والاعتداء بوحشية على المسلمين الأبرياء في المسجد الأقصى المبارك وهو قبلة الإسلام الأولى. وتستمر أيضا حكومة الاحتلال في محاصرتها الوجود الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. دائما كانت قلوب جميع العرب والمسلمين والأحرار في العالم تتوحد وتلتف حول المسجد الأقصى والقضية الفلسطينية، كون أن قضية القدس تمس عقيدة كل مسلم على وجه الأرض، وعلى المسلمين جميعا واجب الدفاع عنها وحمايتها ومساندة الشعب الفلسطيني ودعم صمود أبناء بيت المقدس وتعزيز إمكانياتهم من مواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي الخطيرة التي تهدف إلى مصادرة الحقوق الدينية وتهويد المسجد الأقصى المبارك. وفي ضوء ذلك يجب على العلماء ورجال الدين في العالم الإسلامي القيام بواجباتهم واتخاذ خطوات واقعية ملموسة لحماية المسجد الأقصى ومساندة المرابطين فيه الذين يدافعون عن عقيدة الأمة الإسلامية وكرامتها، وعدم الاكتفاء بإطلاق الشعارات وبيان الإدانة والاستنكار، فتلك المخططات الإسرائيلية والجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال تضيق الخناق يوما بعد يوم وتلف الحبال على عنق فرصة تحقيق السلام، وباتت تشكل خطرا كبيرا على مستقبل المسجد الأقصى وواقعه، ولابد من التدخل العاجل من أجل وقف هذه الممارسات الإسرائيلية المنافية لكل القوانين الدولية الخاصة بوضع الأراضي الفلسطينية كأراض محتلة. القدس إذن ليست قضية الفلسطينيين أو العرب أو المسلمين وحدهم، إنما هي قضية إنسانية أجمع. من هنا لابد من العمل والتنسيق الفلسطيني الأردني لوضع خطة عمل واستراتيجية موحدة ومشتركة، والتنسيق الواسع مع مختلف العلماء ورجال الدين في العالم الإسلامي والمؤسسات الدولية لتأكيد مركزية قضية القدس ولتطوير خطاب فعال وهادف في سبيل دفع العالم إلى التحرك من أجل القدس وحمايتها ومواجهة اعتداءات الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه في مدينة القدس. ذكرت مجلة إيكونومست أن الطائرات المسيرة من دون طيار باتت السلاح الأكثر تفضيلا لدى إيران. فقد ذكرت هذه المجلة في تحليل لها أن استخدام الطائرات المسيرة لتنفيذ اغتيالات كان في السابق حكرا على القوات الأمريكية وإسرائيل. إذا كان بإمكانك توصيل البيتزا باستخدام طائرة من دون طيار فيمكنها إلقاء قنبلة يدوية، ولكن الضربة التي تعرض لها مكان إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يبدو أنها بدائية،
حيث استخدمت مروحيات من النوع الذي يمكن شراؤها وتجهيزها من قبل الهواة. وأشارت الصحيفة إلى أن أصابع الاتهام بعدما حصل توجهت على الفور باتجاه إيران ووكلائها لسببين: الأول هو أن الذراع السياسية للميليشيات المتحالفة مع إيران غاضبة من خسارة معظم مقاعدها في الانتخابات العراقية، وخلال جنازة متظاهر قتلته قوات الأمن تعهد قادة الميليشيات بالانتقام من الكاظم. أما السبب الثاني فيعود إلى أن إيران أصبحت المزود الأكثر ثباتاً للطائرات من دون طيار وغيرها من التقنيات العسكرية لوكلائها وأصدقائها، ليس فقط في العراق ولكن في اليمن وسوريا. ويؤكد التحليل أن الطائرات من دون طيار أصبحت المفضلة لإيران، وهو ما يثير قلق أعدائها ويهدد بتغيير ميزان القوى في المنطقة، رغم أنها لا تستخدم طائرات متطورة مثل تلك التي تستخدمها الولايات المتحدة أو إسرائيل. أرون شتاين من معهد أبحاث السياسة الخارجية في فيلادلفيا قال إن هذه الطائرات غالباً ما تكون نسخاً غير تقليدية مصنوعة من مكونات متوفرة تجارياً، لكن إيران تقوم بإجراء تحسينات عليها، بعضها تستخدم فيها التقنيات الهندسة العكسية للطائرات المسيرة المستولى عليها، وتستخدم إيران تشغيل الطائرات من دون طيار من خلال أدوات تحكم راديوية، ولا تستخدم الأقمار الصناعية كالطائرات المتطورة. إلى صحيفة نيويورك تايمز التي روت تفاصيل عن اعتداءات تقوم بها الشرطة الليتوانية والبيلاروسية على المهاجرين العابرين إلى أراضيها تجاه أوروبا ولا سيما العراقيون. على الجانب الليتواني، استدعت الشرطة مجموعة من الكوماندوز لمهاجر عراقي يبلغ من العمر 37 عاماً، الذي قال إنهم أخذوه وأصدقائه بعيداً وبدأوا بضربهم بالعصي والأسلاك البلاستيكية وصدمهم بمسدسات الصعق، وقال إن آثار كدمات عميقة على جنبه وظهره. وروى المهاجر أن الشرطة قالوا له خلال ضربه: ليس لك الحق في المجيء إلى بلدنا، أنت تجعلها قذرة. وقال إن الكوماندوز يرتدون ملابس سوداء ويلبسون أقنعة، أخذوا هواتف المهاجرين وحذروا من أن يكونوا التقطوا مقاطع فيديو للأكراد الذين سيتعرضون للضرب بشكل أسوأ بكثير إذا عادوا. وأشارت إلى أن المهاجر عاد إلى مينسك لعلاج جراحه في فندق رخيص قال إنه يكلف $100 في الليلة من المهاجرين، مقابل عدم إبلاغ السلطات عن تأشيراتهم منتهية الصلاحية. ولفت المهاجر العراقي إلى أنه أنفق $6,000 للوصول إلى تركيا ثم بيلاروسيا، إنه كان يفر من نزاع قبلي في العراق عرض حياته للخطر، وهو أب أعزب يأمل في الوصول إلى بريطانيا لكسب المال لإرساله إلى ابنه البالغ من العمر 14 عاماً ووالدته المريضة. أضافت الصحيفة إن بيلاروسيا وبولندا وليتوانيا تلعب هذه الدول بالناس، إنهم ينقلونهم شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، يؤذونهم ويضربونهم ويسرقون هواتفهم ويأخذون أموالهم. ومن أخبارنا المنوعة في صدى الأقلام، قادت صورة التقطت لطفل ينام بين أنقاض منزله دمره ارتفاع منسوب البحر على أحد شواطئ توغو، قادت إلى فوز المصور الإسباني أنطونيو إينوشنيو بجائزة المصور البيئي الأولى بعام 2021. فقد شهدت النسخة 14 من هذه المسابقة قرابة 7,000 مشاركة من 119 دولة، وأعلن الفائزون بها في يوم الاثنين في أثناء قمة المناخ السادسة التي تقام في غلاسكو. قد نظم هذا الحدث
بالتعاون بين الجمعيات الخيرية البيئية سيوم ومنصة البث البيئي أوتربير وشركة نيكون متخصصة في منتجات البصريات والتصوير. وقال المصور إنه كان من الغريب مشاهدة اقتراب الماء عاما بعد آخر اليابسة في كل مرة أتجه فيها نحو المطار عبر الطريق الساحلي للعاصمة توغو. قبل الختام مشاهدينا نبقى مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدق لنا من جديد من الرافدين في رعاية الله.